السلام عليكم دكاترة، معاكم أدهم عبد المطلب، ريسيرش فالو في جاسلين دايابيتس سنتر في بوسطن في أمريكا. وأنا لسه راجع من ال 50th annual meeting لأمريكان سوسايتي أوف نورو راديولوجي، وده أول مؤتمر يمكن نظريا يعني أول مؤتمر أحضره في حياتي، وأول مرة أعمل presentation في مؤتمر في حياتي. فأنا عشان كده عامل ريكوردينج ده النهاردة عشان أشارككم التجربة دي وأحكي شوية عن اللي أنا اتعلمته. أول حاجة أنا أحب أتكلم إيه الـ definition بتاع المؤتمر. أي المؤتمر أو meeting أو conference ده مكان لاجتماع ناس عندهم اهتمام مشترك، أيا كان الاهتمام المشترك ده إيه، طبي مش طبي، لكن دي ناس بتجمعها اهتمام واحد، بيجتمعوا عشان يقدموا الشغل اللي اشتغلوه في الفترة اللي فاتت، يتبادلوا أفكار اقتراحات، عايزين يشتغلوا مع بعض، ناس في أماكن مختلفة يشتغلوا على نفس بروجكت. وفي نفس الوقت بتبقى فرصة إن الواحد مثلا عايز يترقى، عايز يروح شغل في مكان تاني، سالري أحسن، مدينة أحسن، بتبقى دي فرصة كويسة إن هو يعمل حاجة زي كده. تكليف المؤتمر إيه؟ أنا عارف دي نقطة مهمة ومشكلة بتواجهنا كلنا، ما أقدرش أقول لكم رقم محدد لأن دي حاجة مختلفة بتختلف يعني حسب الظروف، لكن هو أنت مبدئيا في 3 حاجات اللي بيكلفوا في المؤتمر ده. أول حاجة registration، بالنسبة للناس زي حالاتي اللي أنا لسه ما عملتش residency، فانت بتحاول تسجل لو انت ستودنت بتراجستر، لو في از ستودنت بتسجل بتراجستر از ستودنت، لو في ريجستريشن للفالوز او كده برضو بيبقى ارخص من الريجستريشن في العادية. برضو ما تنساش ان دايما بيبقى في early registration، انت مثلا قبل المؤتمر بشهرين او 3 بيبقوا عاملين كده تاريخ معين، من بعده الريجستريشن بيغلى، فانت دايما تحاول تريجستر as early as possible. تاني حاجة بتكلف في المؤتمر الاكوموديشن، انت هتعيش فين؟ هل هتقعد في 5 ستار هوتيل؟ هل هتقعد في هوستل؟ هل هتقعد في هتبات عند واحد صاحبك؟ او هو صادف ان هو المؤتمر في نفس المدينة اللي انت فيها فانت مش هتتكلف حاجة. الترافل طبعا نفس الكلام، هل انت جاي من مصر تحضر المؤتمر ولا هو في نفس الولاية اللي انت فيها تركب باص او كده بس. فدي ال3 حاجات اللي بيصرفوا يعني. التحضير ايه للمؤتمر، انت طبعا لو انت عندك برزنتيشن دي التوب برايورتي بتاعتك، دي اهم حاجة. لازم تكون محضر كويس جدا. السلايدز والحاجات دي انت طبعا هتمشي يعني you'll go through it مع المنتور بتاعك، فانت المفروض دي تكون يعني مش مشكلة. بس المشكلة اللي هي كانت بالنسبة لي وبالتالي بالنسبة لناس كتير هتكون البرزنتيشن نفسه، ان انت تطلع واقف قدام ناس كتير وطالع بتتكلم وكده، فانت لازم تتمرن على البرزنتيشن ده كتير يعني كتير جدا يعني. هتتمرن قدام المنتور بتاعك، تتمرن قدام صحابك، الكووركرز بتوعك وكده، لازم بحيث ان انت لما تطلع على الستيج يوم البرزنتيشن ان شاء الله يبقى الموضوع بالنسبه لك سهل جدا، يعني ان انت تطلع خلاص حافظ الكلام، عارف كل سلايد هتقول ايه وكده، بحيث ان انت تطلع يبقى شكلك كويس. لازم تبقى طبعا لابس فورمال، بدله وكرافته. تاني اللي عايز اتكلم عليه دلوقتي الاليفيتور سبيتش، ما يسمى بالاليفيتور سبيتش. يعني ايه اليفيتور سبيتش؟ اليفيتور سبيتش ده الكلام اللي انت بتقوله لواحد لما تقابله، تعريفك بنفسك، هتقابل دكتور، هتقابل بتاع، هتقول له انا فلان الفلاني بشتغل في كذا مش عارف ايه، بيبقى يعني فهي بتبقى فترة 30 ثانية دقيقتين ايا كان، سمي بالاليفيتور سبيتش لان هنا الموظفين الصغيرين في الشركات وكده بتبقى تقريبا المكان الوحيد اللي بيقابلوا فيه الموظفين الكبار، السي او والمديرين وكده، بيقابلوهم عند الاليفيتور، اذا كان قدام الاليفيتور او جوه الاليفيتور، فبتبقى دي الفرصه الوحيده ان هم يتكلموا معاهم، يتكلم عن نفسه عن اقتراحاته طموحاته، ف بتبقى يعني عشان كده سموه elevator speech.
الفيتو سبيتش ده يعني في المؤتمرات وغير المؤتمرات كمان حاجة مهمة جدا، حاجة انت لازم تكون عامل لها براكتس، انت عارف هتقول ايه، انت مش لسه تقف قدام الراجل بتفكر هتعرف نفسك ازاي، لا انت لازم تبقى عارف هتقول ايه، هتقوله كتير وهتبراكتس عليه كتير فهيطلع سموثلي، يبقى عندك كونفيدنس وانت بتقوله. في المؤتمر بقى انا عايز الناس يعني تكسر رهبة الكلام مع السينيور فاكولتي او الدكاتره اللي اكبر منهم، فانت هتحاول تتكلم على مع ناس على قد ما تقدر، هتكون فرصه كويسه ان انت تديفلوب الناتوركينج سكيلز بتاعتك، تديفلوب الاليفيتور سبيتش بتاعك، وانت مش خسران حاجه، انت البوسيبيليتي ان انت تقابل اي حد من الناس دي تاني بوسيبيليتي ضعيفه جدا، فانت مش خسران حاجه، اتكلم هتلقلق هتتهته مش مشكلة ما تخافش، انت يعني زي ما قلت لك مش خسران حاجة، لكن في نفس الوقت كسبان ان انت الراجل ده شافك النهاردة، ممكن بعد كده يبقى في فرصة ان انتوا تشتغلوا مع بعض تاني، يكون هو fellowship program director residency program director، فتبقى فرصة ان انت تتعرف عليه. حاجة برضو انا شايفها مهمة ان انت تبقى واخد معاك business cards، بزنس كارد دي يا اما مثلا انت بتشتغل في حته هما مدينها لك او مش كده انت هتعملها، يعني ما هياش مشكله، عايزه ورق بس مخصوص ممكن تعملها في برينتر عندك في البيت او تروح مكتبه، تكتب اسمك انت شغلتك ايه الافيليشن بتاعك ايه نمر تليفونك والايميل بتاعك، تحط بقى لو انت طالب مثلا حط اللوجو بتاع الكلية بتاعتك وكده، ما يعني ان شاء الله مش هتبقى مشكلة. انا حسيت البيزنس كاردز يعني حسيتها تخليها اسهل ان انت تطلب من اللي قدامك البيزنس كارد بتاعه، انا عارف احنا في الزمن اللي احنا فيه ده اتس نوت تاف يعني ان انت تجيب ايميل بتاع اي حد، لكن هي جزء من الكونفرسيشن، بتطول الكونفرسيشن والانتراكشن بتاعك مع الراجل اللي قصادك، فبالتالي بتزود البوسيبيليتيز ان هو يفتكرك في المستقبل. جزء مهم من التحضير للمؤتمر ان انت تبقى عارف على قد ما تقدر الناس مين الناس اللي تتكلم، فانت تحاول اول ما تاخد السكادول بتاع المؤتمر تشوف مين السبيكرز، تجوجل دول مين، تشوفهم اشتغلوا فين، هل في حد فيهم بالنسبة لك انت حاسس ان هو مهم ان انت تتعرف عليه، هل نفسك تروح تشتغل في الحتة الفلانية دي، فتبقى عارف ان انت يعني مخطط ان انت تقابل الشخص ده، تكلموا عن الحاجات المشتركة اللي ما بينكو، تكلموا ان انت نفسك تشتغل معاه وكده. اول يوم في المؤتمر نصيحتي ليك ان انت تقف مع ناس انت اوريدي عارفهم، الناس اللي انت اشتغلت معاهم قبل كده، لان في الاول انت يعني في حالتي انا رايح مش عارف اي حد، يعني اول يوم بالنسبة لي ده كنت عامل زي العيل التايه كده، والناس عماله تجري حواليا وكله رايح في حته، وللاسف الناس اللي كنت بشتغل معاهم ما كانوش لسه جم، ف عدى اليوم كده ان انا يعني تقريبا ما كلمتش ولا بني ادم، يعني كان يوم صعب شويه لكن يعني عدى، اللي انا حضرت 3 ايام في المؤتمر، تاني يوم كان البرزنتيشن بتاعي، ف الحمد لله ماشي كويس، وكانت هي دي بداية ان انا اتكلمت مع الناس، يعني انت بعد البرزنتيشن بتطلع ناس تسألك، فاتكلمت بعد كده مع اللي طلعوا سألوني، كان في منهم يعني ناس بيشتغلوا في أماكن كويسة جدا فرحت اتعرفت عليهم وكده. تالت حاجة وانت بتحضر في السيشنز لو انت عندك سؤال ما تتكسفش، يعني اطلع اسأل، لأن دي برضو هتبينك للناس أكتر وكده. طبعا ما تسألش سؤال هايف أو سؤال عشان يبقى اسمك سألت سؤال، يعني لازم تبقى عارف انت بتتكلم في ايه عشان ما يبقاش المنظر وحش. بس دي الاكسبيرينس بتاعتي اللي حبيت اشارككم فيها. ده كوت صورته امبارح لخليل جبران وبيقول it was in my heart to help a little because I was helped much، ف يعني احب اشكر امتار عملنا لنا بلاتفورم هايل ان احنا نتواصل مع بعض ونشير اكسبيرينسز، واللي عنده سؤال بيسأل، وانا قبل المؤتمر يعني عملت بوست وناس كتر خيرها ردت عليا واستفدت منهم كلهم. احب تسيبوا لي كومنتس تحت البوست،
حد عنده أسئلة، حد عنده تعليقات، يعني لو عندي إجابات ليها مش هتأخر عليكم. وأحب أسأل السينيور ممبرز في الجروب رأيهم إيه في بعد المؤتمر. يعني أنا مش عارف الناس اللي قابلتها دي اللي معايا إيميلز بتاعتها، هل الواحد يبعت لهم إيميلات اللي هو مثلا it was nice meeting you كده الحاجات دي، ولا it's pointless شكلها يعني childish وكده. انا طبعا مش عارف، انا قلت لكم ده اول مؤتمر احضره، فانا يعني ما عنديش experience قوي في الموضوع ده، لكن انا حبيت يعني اشار اللي انا اتعلمته حتى لو كان قليل. ولو حد برضو زي ما قلت senior members عنده طبعا experience اكتر مني في مواضيع المؤتمرات ودي وكده، فتبقى يعني يا ريت يعمل لنا فيديو برضو يبلد على اللي انا قلته ده. وشكرا جدا لحسن استماعكم.